تصريح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع هايتونغ 23، وده أثناء عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر. الفريق أسامة ربيع وجه بتوجيه رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في المجرى الملاحي لقناة السويس، وأكد أيضا على امتلاك هيئة قناة السويس لكافة الخبرات الخاصة بالإنقاذ وقدرات التأمين الملاحي وقدرات التأمين الفني اللازمة للتعامل باحترافية مع كل حالات الطوارئ المحتملة. معنا على تليفون الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. حضرتك لو تكلمنا بالتفصيل عما حدث. هي الساعة 4:10 النهاردة الفجر حصل عطل في سفينة البضائع هونج كونج الإنجليزية، حملتها 34,000 طن، كانت قادمة من الجنوب من السعودية لمصر، وحصل عطل في الماكينات، وبالتالي أصبح السيطرة على السفينة منعدم، والسفينة شاحت على الضفة الشرقية. هي 34,000 طن، الحمد لله طبعا بيبقى جوار السفن وهي بتعبر قناة السويس دايما في قاطرات مصاحبة للقوارب، فأول قاطرة على طول بتتعامل إن هي تثبت الموقف على ما هو عليه عشان الموقف ما يتفاقمش لغاية لما بتجي لها القاطرات التانية. طبعا الموقف ده بيذاع على طول في نفس الوقت، بيروح على الحركة، على مركز الحركة عندنا في الهيئة في الإسماعيلية، بتوجه بقية القاطرات أو عدد القاطرات المناسبة للتعامل مع هذه السفينة. وفعلا في خلال ربع ساعة أو تلت ساعة كانت بتتحرك ثلاث قاطرات تانيين غير القاطرة اللي كانت مع السفينة للمعاونة في عملية يعني محاولة إنقاذ السفينة من عملية الجنوح. كان كمان هو كان رمى مخطاف، ومخطاف كان مع أرض الإيقاع يعني، ففرق الإنقاذ كانت موجودة على القاطرات دايما، فرق مع القاطرات بفرق إنقاذ دخلت نزلت وقطعت المخطاف قطعته يعني عشان نقدر نسحب السفينة. وفعلا بدأ القطر السفينة للجنوب تاني الساعة 8:15، لأن هو كان المسافة من ساعة ما دخل من الجنوب كانت حوالي 7 كيلو بس، كان عرض لها إن احنا نسحبها لأنها عطلانة عشان تتصلح يعني في الغطس السويس. فاتسحبت ال 7 كيلو دول، ودلوقتي القوافل بتجهز نفسها إن هي هتبدأ القناة تعود لحالتها الطبيعية تاني في خدود ربع ساعة أو 20 دقيقة يعني. صحيح، عشان نفهم بالظبط يعني كيف تعاملت هيئة قناة السويس بشكل احترافي مع هذه الأزمة اللي كانت الساعة أو بدأت الساعة 4 فجرا، لو تقول لنا التوقيتات يعني بالتحديد يا فندم، يعني من الساعة 4 لغاية دلوقتي بقى الساعة 9، كل وحدة من هذه الوحدات اشتغلت ازاي وخلصتها ازاي في وقت قياسي عمل ازاي؟ خلينا نقول ان طبعا احنا دلوقتي يعني في عندنا الاحترافية والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، والناس متدربة كويس وعندهم خبرات كتير، يمكن خلال السنوات يعني هي طبعا خبره موجوده من فتره يعني تراكميه، ولكن يمكن لما تسليط الضوء عليها اكثر بعد حادثه ايفر جيفن. نعم. ان حصل كذا حادثه والناس تعاملت معها باحترافيه وبسرعه كمان في الانجاز. فاللي حصل في المركب دي هو نفس الموضوع، ان احنا بنقول دايما القوافل بيبقى معاها قاطرات مصاحبه ليها. اول واحده اقرب للسفينه اللي هي بتبقى معاها هي دي اللي بتعمل عمليه تثبيت للموقف عشان الرياح طبعا ما تزودش الشحط بتاع السفينه، حركه الامواج ما تاثرش عليها، فبيثبتها في المكان اللي هي وقفت فيه ويحاول يتعامل معاها لغايه لما تيجي بقيه القطارات. في نفس الوقت احنا بنبلغ مركز الحركه في الاسماعيليه، وده مركز طبعا شغال 24 ساعه، كل مركز شغال 24 ساعه، والقطارات في انها شفت وردات موجوده طول الليل، ورديات يعني موجوده طول الليل، بيبقوا جاهزين للتحرك في اي وقت. بيتم ابلاغهم على طول، في خلال ربع ساعه بيكونوا متحركين من مكانهم رايحين للسفينه، ودايما بيتوجه اقرب قطارات، لان موجود في قطارات في الاسماعيليه، وفي قطارات موجوده في السويس، وفي قطارات موجوده في بورسعيد، وفي قطارات متحركه خلال فتره تحرك الكونفوي، فاحنا بنوجه كل القطارات او اقرب قطارات للموضوع ده انها تنفذ. القطارات دي كمان عليها بيبقى عمال انقاذ او منقذين يعني للسفينه لو في حاجه ثانيه عايز تتعمل غير انها هيقطرها بس. وفعلا السفينه دي كانت محتاجه ان يبقى عمال انقاذ ينزلوا يختصوا، لان المختص بتاعها اللي هو الهلب بتاعها اللي بيثبت المركب هو الابطان كان رماه كمان لما نفس الشحط عشان ما يزودش الشحط بتاعه، فرمى المختص او الهيلب دوت، وبالتالي المختص بقى كان في مشكله في الونش، فمش عارفين نسحب المختص، فالغطاسين الموجودين دول او فرق الانقاذ الموجوده على القطارات دي برضه مهمه صعبه جدا، بينزل يختص تحت في العمق اللي موجوده فيه المختص دوت ويقطع المختص علشان المركب تتحرر من المختص يعني نقدر نسحبها
وبعد كده بنبقى نبعت الفرقه دي تاني تطلع المخطف اللي هو في القاعه ده براحتهم يعني ياخدوا وقتهم. لكن عشان الوقت السرعه واحنا العامل الوقت عندنا مهم جدا بالسفن اللي هي موجوده والمنتظره واللي بتتحرك، عشان طبعا احنا ملتزمين ان احنا بنعدي القوافل كلها في 16 ساعه، ودي بضاعه طبعا وتجاره بتاعت توكيلات وخطوط ملاحيه فما بنحبش ناخرها. فدايما بيبقى عامل السرعه عندنا والوقت الجاهزيه هي اهم حاجه عندنا، ان احنا جاهزين نتحرك فورا. يمكن سياده الفريق تراكم اي ساعه من الليل والنهار. يمكن تراكم الخبرات كمان يعني ادى الى الاسراع اكثر بكثير. احنا كنا موجودين مع حضرتك وقت تعويم الايفر جيفن، اعتقد ان المره دي يمكن في اقل من 5 ساعات تم انتظام الملاحه من جديد. تراكم الخبرات ساعد على الحد بقى من اللخبطه اللي ممكن تكون حصلت من جنوح السفينه، وفتح الممر الملاحي سريعا امام باقي السفن، اعتقد يمكن المره دي اسرع بكثير من المره اللي فاتت. هذا صحيح، بس خلينا نقول ان في اختلاف كبير بين حادثه ايفر جيفن والحوادث دي. طبعا طبعا كانت ضخمه جدا وكانت يعني لكن يعني فعلا زي ما حضرتك بتقولي الخبرات والتراكم. لكن اقول حاجه كمان، حاجتين مهمين قوي، الجاهزيه، ودي اللي ايمن كان بياكد عليها دايما سياده الرئيس، لازم انت جاهز في اي وقت في الليل والنهار، ده اللي احنا بنعمله. لكن هو بقى سياده الرئيس زود ان هو ايه، ان امدنا او قال شوفوا انتوا الاحتياجات اللي انتوا عايزينها في عمليات الانقاذ وعمليات القطر، كل ما تحتاجه قناه السويس احنا هنجيبه، لان قناه السويس دي قناه عالميه وليس قناه اقليميه او مصريه بس يعني، لا دي عالميه والعالم كله بينظر ليها. يعني لما بتحصل حادثه زي كده كل العالم بيسال ايه اللي بيحصل وبتاع. فقال لي وهذا مره يؤكد في كل اجتماع وفي كل اتصال، ايه اللي انت عايزه؟ ايه القدرات اللي بتحتاجها؟ قناه السويس لازم محتاجها تبقى احسن حاجه وذات قوه وقدرات عاليه. فعلا هو سيادته ما خلش علينا، وبالتالي بقى عندنا مش بس ان احنا بقى عندنا خبرات، لا عندنا الحاجات اللي احنا نستخدم بيها الخبرات دي، يعني ان انت عندك قطارات كويسه، عندك عمال انقاذ كويسين، عندك معدات تشتغل بيها، ودي برده مهمه، والا ما كناش نقدر نعمل الموضوع ده بالخبرات بس. فطبعا احنا يعني بنقول ان احنا لا الحمد لله بقينا جاهزين وقادرين ان شاء الله ان احنا في اي حدث ان احنا في غضون ساعات قليله ان احنا نخلصه باذن الله. طيب الميديا العالميه كيف تعاملت مع الخبر؟ هل تعاملت فقط مع خبر جنوح السفينه، ولا لما حضراتكم نجحتوا في يعني ان تسير هذه السفينه بامان ابرزوا ايضا هذا الامر؟ يعني كلمني عن المفارقات، هل في مفارقات في هذا الامر يا سياده الفريق؟ والله يعني هو يعني كل وكالات الانباء طبعا تناقلت الخبر على طول، على الساعه 6 كانوا بيتناقلوا الخبر، واحنا حقيقه نزلنا بيان برضو في الهيئه عشان نرد على في بدايه الاعمال، يعني مش شرط لما يخلص الموضوع، نزلنا بيان في حتى في كذا واحنا بنتعامل معاها دلوقتي بنقدم ايه الامكانيات والقدرات، وبالتالي هم بينقلوا الكلام ده على لساننا. وانا دخلت في كذا مداخله الصبح معك اكثر من قناه، وقلت لهم ان احنا الموضوع الحمد لله تم السيطره عليه، والمركب دلوقتي خلاص بتتقطر، وبالتالي هم بيبرزوا الحاجات دي برضو في الاخبار بتاعتي. شكرا لك سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا التوضيح وعلى التاكيد بنجاح هيئه قناه السويس في استمرار او خروج هذه السفينه من حاله الجروح اللي كانت فيها في المجرى الملاحي القناه. اكيد.